اهلا بيكم في جامعه الجلاله مع حضراتكم دكتوره هاجر عاشور. انا الجنرال مانجر او المدير العام لمكتبات الجامعه. ربنا يجعلها سنه جميله جدا عليكم كلكم ان شاء الله. المكتبات عندنا هنا واخده طابع مختلف شويه وخاص بما اننا جامعه ذكيه او سمارت يونيفرسيتي. المكتبه عندنا نقدر نخش لها اون كامبس او اوف كامبس، يعني لو احنا جوه الجامعه نقدر نستعمل المكتبه، ولو احنا حتى بره الجامعه في البيت او في اي مكان نقدر نستعمل المكتبه بتاعتنا. المكتبه بتسبورت الاشكال المختلفه من مصادر المعلومات، بتسبورت الفيزيكال كوبيز او اللي هي الحاجات الملموسه اللي نقدر نعمل لها بوروينج ونستعيرها، وكمان بتسبورت الالكترونيك فيرجنز من الكتب. عندنا طبعا thousands of databases، وهناخد sessions وorientations كتير، وهنتعلم ازاي نعمل بحث علمي، يعني ايه نزهة اكاديمية، يعني ايه assignments، كل الكلام ده هنتعلمه مع بعض في خلال السنة الدراسية من خلال مادة جميلة جدا وشيقة ممتعة اسمها مادة search and analytical skills. دي هيبقى ليها علاقة وثيقة بالمكتبات وإزاي أقدر أعمل بحث علمي في خلال المنظومة الأكاديمية. جامعة الجلالة عندنا جامعة كبيرة جداً بتضم 10 مكتبات، 3 منهم هم اللي جاهزين حالياً، مكتبة كلية الطب والهندسة والعلوم الأساسية. بقية المكتبات إن شاء الله بيتم تجهيزها حالياً علشان نقدر نخدم الكامبوس كله. احنا معاكم طول السنة الدراسية، تقدروا تتواصلوا معنا من خلال الايميل او من خلال اللايف شات اللي موجود 24 ساعة، تقدروا تتواصلوا معنا في اي وقت. اللايبري تيم سبورتينج يو ان شاء الله طول السنة الدراسية 24/7. انجوي، don't miss the great opportunity. اخر حاجة ممكن اقولها تسعد الطلبة ان احنا كمان عندنا cultural hub، مش الجامعة أو المكتبات الجامعة مش بتسابورت الأكاديميك كوريكولمز بس، إحنا كمان عندنا أكتيفيتيز وإيفنتس وحاجات جميلة كتير جداً ليها علاقة بالكالتشرال هاب. Don't miss the opportunity and enjoy your academic year إن شاء الله.